بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضيوف مصر الأعزاء، وزراء الدفاع، رؤساء الأركان، رؤساء الوفود والشركات العارضة، الحضور الكريم، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال القوات المسلحة أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر، رمز القوة والسلام، بلد الأمن والأمان، فتشريفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة هامة يجب أن تتوقف أمامها طويلاً بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام. في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فكانت مصر وما زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة. الحضور الكريم، لقد حرصت مصر من خلال هذا المعرض في نسخته الثالثة الذي يعد بمثابة منصة عالمية على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري، ذلك من خلال عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي المشترك وتعميق أطر الشراكة والتعاون في كافة المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة، واضعين في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض الأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الشقيقة والصديقة لتدعيم قدرات قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظاً على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فلا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار. السيدات والسادة الحضور، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، فعلى الدوام سعينا لامتلاك أحدث منظومات التسليح سعياً نحو الحفاظ على أمن الوطن وسلامته في عالم يموج بالصراعات، واضعين نصب أعيننا أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام. نحن نهدف إلى بناء مستقبل أفضل نجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصراراً على المضي قدماً في الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتعاون مع المجتمع الدولي. وسوف تظل قواتنا المسلحة حارساً وحامياً لهذا الوطن، محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ جميعاً على حاضرنا ومستقبلنا. كما حرصت قواتنا المسلحة على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع نظائرها بكافة الدول الشقيقة والصديقة من أجل إرساء السلام
وإعلاء قيم وقواعد القانون الدولي والإنساني، في يقين راسخ بأن التعاون المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام. فالأحداث العالمية الجارية، وخصوصاً ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيد لتوجيهات سيادتكم دائما بأنه لا بد من السلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعا. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن أمتنا المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمانة الأساسية للأمن والسلام، تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل. السيدات والسادة الضيوف المصري الأجلاء، في نهاية كلمتي أجدد الترحيب بقدومكم إلى مصر ضيوفاً أعزاء على قواتها المسلحة، وأؤكد لكم قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار، كما أتطلع معكم أن يكون معرضنا اليوم منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، سائلين وآملين من الله التوفيق والسداد، متمنين لكم التوفيق ولأوطانكم العزيزة ولقواتكم المسلحة كل تقدم وازدهار. حفظ الله مصر شعبا وجيشا وكافة الشعوب الإنسانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.